ليس عند الله. وطننا يشهد في هذه الأيام أوضاعا مصيرية، وقد أصبحنا في فترة انتقالية قد تقودنا إلى الاستقرار كما قد تقودنا إلى الفوضى والاقتتال لا سمح الله. لذلك نطلب من الجميع وبخاصة من أرباب الحل والربط وأصحاب المسؤولية أن يبرهنوا عن رصانة وجدية وطنية صادقة. إذن اعلموا أن تعطيل التوافق الذي حصل في لبنان ومنع انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المقرر هو هذا التدخل الأمريكي الذي حاول أن يملي شروطه، وعندما عجز أفشل التوافق وأفشل انتخاب الرئيس.